بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في توبك الالكترولايت اند اسيد بيز. في المحاضرتين اللي فاتوا اتكلمنا على الصوديوم، المحاضرة دي هنتكلم على البوتاسيوم ان شاء الله. في الصوديوم احنا قلنا هو المين كاتاين اكسترا سيلولر. هنا المين كاتاين انترا سيلولر هو بيكون البوتاسيوم. البوتاسيوم اللي موجود في الجسم 98% منه موجود انترا سيلولر، دول حوالي 3000 و 3500 ميلي مول. لكن مش كل السيلز فيها بوتاسيوم زي بعض، يعني اكتر مكان فيه بوتاسيوم هو المسلز، بيمثل حوالي 70% من البوتاسيوم اللي موجود انتراسيلولر. وعشان كده لما بيحصل سيفير مسل دامج مثلا في حالات الرابدوميروسز بيطلع كميه كبيره من البوتاسيوم ممكن تؤدي الى هايبركاليميا. تاني مكان فيه بوتاسيوم هو الار بي سيز. ار بي سيز فيه حوالي 350 ملي مول، وعشان كده لما يحصل هيموليسز يطلع برضو كميه كبيره من البوتاسيوم. ولما يكون بيشنت مثلا فيه او في كيس بلاد مثلا في البلاد بانك، كل ما يبقى ستورد فتره اطول كل ما بيحصل هيموليسز اكتر فيطلع بوتاسيوم كتير. وعشان كده كنا بنقول لما يكون البيشنت مثلا في رينال فيلير وعلى دياليسز بنبتدي مثلا عايزين نديله بلاد، فكنا نفضل ان احنا نديله على الدياليسز عشان البوتاسيوم اللي طلع ده نقدر نعمله ايه، نعمله دياليسز ونشيله اثناء الغسيل. ثالث مكان بيكون فيه بوتاسيوم كتير هو ايه، الليفر. فده ايه البوتاسيوم مينلي هو موجود انتراسيلولر. طيب ايه اللي يخلي الصوديوم اكستراسيلولر اكتر والبوتاسيوم انتراسيلولر اكتر؟ ده قلنا عليه في محاضرات الصوديوم، ان بيكون على السيل ممبرين بيبقى عندنا هي حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، بيبقى متحكم فيه انزيم اسمه صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بيتخرج 3 ايونز صوديوم بره ويدخل قصاده 2 ايونز بوتاسيوم، فيحافظ على الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه ايه، جوه السيلز. طيب على السيل ممبرين هنا بيفيدني عندنا 3 ريسبتورز مهمين في حالات البوتاسيوم. اول حاجه اللي هو فيه انسولين ريسبتورز، وفي بيتا 2 ادرينرجيك ريسبتورز، وفي الفا ادرينرجيك ريسبتورز. دولت الاستيموليشن بيأثروا على الاكتيفيتي اوف ذا صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. فلما اجي اقول هنا صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز ايه اللي يعمل له استيموليشن او اكتيفيشن فيخليه يزود البوتاسيوم الديستريبيوشن بتاعه يدخله جوه، اول حاجه واهم واحد فيهم هو الانسولين. فالانسولين لما يمسك في الانسولين ريسبتورز يزود الاكتيفيتي اوف ذا انزيمز، فالبوتاسيوم يدخل من الاكسترا تو انترا سيلولر كومبارتمنت، وبالتالي ده بيقلل السيرم ايه، بوتاسيوم. يبقى اي حاجه تعمل ستيموليشن لصوديوم بوتاسيوم اي دي بيز تبتدي تدخل البوتاسيوم، يعملوا ايه، نوع من الريديستريبيوشن، يعني يعملوا يدخله جوه فيبتدي يقلل السيرم بوتاسيوم. فيبقى عكسه اللي هو اللي عندنا انسولين ديفيشنسي لو في مثلا حاله دي كي اي. طيب التاني ريسبتور اللي هو بيتا ادرينرجيك ريسبتورز، اي حاجه تعمل ستيميوليشن بيتا ادرينرجيك ريسبتورز مثلا زي كاتيكولامينز خصوصا الابنفرين يعمل ستيميوليشن اوف ذا انزيم فيدخل البوتاسيوم جوه، فيبقى بيتا 2 اجونست زي مثلا السالبيوتامول يعمل كده، عكسه يبقى البيتا 2 انتاجونست. الريسبتور الثالث اللي هو الالفا ادرينرجيك ريسبتور، هنا بقى العكس، لما يحصل ستيميوليشن للالفا ادرينرجيك ريسبتورز يقلل الاكتيفيتي اوف ذا صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، فالبوتاسيوم يبتدي يخرج ايه، بره. يبقى انا دلوقتي لو عندي الفا انتاجونست يبقى هو اللي هيزود الاكتيفيتي اوف ذا انزيم، والالفا اجونست هو اللي يقلل الايه، الاكتيفيتي. يبقى كل دول بيشتغلوا على الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. طيب في حاجات تانية بس مش خلال الانزيم دوت، انه هو ما بيكون فيه هيدروجين ايونز كتير بره، يعني في حالات الاسيدوزس يبقى في الاكسترا سيلولر فلويد في هيدروجين كتير، فيبتدي الجسم عشان يتخلص من الهيدروجين يدخله جوه السيلز، فلما يدخله جوه السيلز يبقى ان اكسشينج وذ بوتاسيوم، فيبقى البوتاسيوم بيخرج بره. يبقى الاسيدوزس يزود الهايبركاليميا، خرج البوتاسيوم بره، وعكسه الالكالوزس يدخل البوتاسيوم جوه السيلز. فيبقى ده اللي احنا بنتكلم عليها الري او ديستريبيوشن اوف بوتاسيوم او الريديستريبيوشن، الحاجات اللي بتتحكم فيها. يبقى عشان كده مثلا لما يكون عندنا هايبركاليميا كنا نقول ايه، ان احنا عايزين ندخل البوتاسيوم جوه السيلز مجرد بس إعادة توزيع، احنا ما بنقللش التوتال بوتاسيوم، بنعيد توزيعه. فكنا ندي انسولين وندي بيتا 2 اجونست، ولو كان اسيدوتيك كنا ندي حاجات مثلا زي صوديوم بايكارب، كل دي بتدخل البوتاسيوم ايه، انسايد ذا بودي. طيب يبقى انا هنا فايده البوتاسيوم او الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز ان هو بيحافظ لي على اللي احنا بنقول عليه الريستنج ميمبرين بوتنشال، الاكشن بوتنشال اوف ذا نيرفز اند ماسلز. مهم جدا ان احنا نحافظ على البوتاسيوم ديستريبيوشن ما بين انترا سيلولر اكسترا سيلولر.
النورمال سيرام بوتاسيوم بيكون من 3.5 الى 5.3، رينج صغير جدا، عكس مثلا الصوديوم كنا نقول 135 ل 145. حتى الارقام دي ممكن تنزل شويه كتير او اكتر وما فيش مشاكل منهم، لكن هنا ليه النارو رينج من 3.5 ل 5.3. الرينج ده مهم جدا ريسك بوتنشال، اي تغيير بسيط قوي ممكن ياثر على الاكشن بوتنشال والريستنج ميمبرين بوتنشال وممكن يؤدي الى سيفير اريثمس. وعشان كده الصوديوم بوتاسيوم ايديز ده مهم انه يحافظ على الريستنج ميمبرين بوتنشال. اي سيفير ديستربنس سواء كان بهايبو او هايبركاليميا ممكن يؤدي الى اريثمس. الافريج ديلي بوتاسيوم انتيك بيكون حوالي 100 ملي مول في ال 24 ساعه. الجي اي تي بتعمل ابزوربشن ل 90% منهم و10% بس هم اللي بينزلوا في الفيسز. طيب البوتاسيوم موجود في فودز كتير قوي، لكن اكتر حاجات بتكون موجوده فيها بيكون طبعا الافوكادو، الجريب فروت، البانانز، الديتس، التمر، موجود في التوميتو، البوتيتو، الجريب فروت، دي كلها من الحاجات اللي فيها بوتاسيوم كتير. كمان الليفي فيجيتابل، الليفي فيجيتابلز زي الخس، الجرجير، الحاجات دي كلها فيها بوتاسيوم كتير. يبقى 10% بس من الانتيك هو اللي بيبقى اكسكريتد في الاستول. طيب هل ممكن البوتاسيوم ينزل في السويت؟ ممكن ينزل في السويت حسب كميه الويت، فبيبقى من 0 ل 10. لكن المين هاندلنج اوف بوتاسيوم والاكسكريشن بيكون من خلال الكدني، وده اللي هندي فيه تفصيل. المين سايد اوف هاندلنج اوف بوتاسيوم ان ذا بودي از ذا كدني. الكدني بيحصل ايه؟ بيحصل حوالي في فلتريشن في اليوم كله على الجلوميراي حوالي 700 ملي مول بير داي. 70% من الري من الكميه دي بتبقى ري ابزوربت في البروكسيمال توبيول، و20% في الثيك اسندنج برضه في البوفالي. يبقى 10%، 2% في الكورتيكال كولكتنج داكت، و6% في الدلري كولكتنج داكت، يبقى 2% بيبقوا ايه اكسكريتد في اليورين. لكن الكدني حسب البوتاسيوم في الجسم قد ايه. يعني ايه؟ يعني لو في عندي هايبوكاليميا او البوتاسيوم في الجسم توتالي ديبليتد، الكدني ممكن تزود الري ابزوربشن وتعمل 100% ري ابزوربشن للفلترد بوتاسيوم، ويبقى ما فيش هنا ايه 2%، يبقى 0، تعمل ري ابزوربشن 100%. طب لو العكس، لو البيشنت هايبركاليميك وفي بوتاسيوم كتير في الجسم، الكدني ممكن تزود السكريشن من خلال الكولكتنج داكت وتزود النسبه دي لاعلى ايه من كده حسب كميه البوتاسيوم اللي عايزه تتخلص منها قد ايه. وبالتالي هو المين سايت اوف ريجوليشن اوف ذا بوتاسيوم والاكسكريشن بوتاسيوم هو بيكون الكدني، mainly في الكولكتنج داكت under the effect of aldosterone. طيب السكريشن والري ابزوربشن بيحصل ازاي؟ ده برضو في فيسيولوجي كتير هنتكلم ان شورت هنا. ان احنا عندنا في الكورتيكال كولكتنج داكت بيبقى فيه سيلز اسمها برنسبل سيلز. البرنسبل سيلز دي الناحيه دي السيرفيس ده اللي هو ناحيه التيوبلر ليومن هنسميه ابيكال سيرفيس او ليومنال سيرفيس، والناحيه الثانيه اللي هو بيحصل فيها ري ابزوربشن ناحيه البلد هنقول عليها البيزولاترال سيرفيس. يبقى ده الابيكال سيرفيس وده البيزولاترال سيرفيس. على الابيكال سيرفيس بيبقى فيه صوديوم شانل اسمها ابيثيليال صوديوم شانل، وفي عندي تانيه هنا برضو بوتاسيوم شانل. الصوديوم بيبتدي يخش جوه فيعمل ستيميوليشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، لما يبتدي يشتغل يبتدي يزود الصوديوم دخوله جوه ويخرج البوتاسيوم الى ايه الى السيلز، ومنها من خلال البوتاسيوم شانل الى اليومين ويبتدي ينزل في الايه في اليورين. يبقى ده اذا كان البوتاسيوم في الجسم زياده وهو عايز يزود الايه السكريشن بتاعه او الاكسكريشن، فيبقى هنا من خلال كورتيكال كولكتنج دانكت من خلال ايربرسبل ايه سيلز. وهنا على ابيكولاترال سيرفيس في الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز اللي هيدخل الصوديوم جوه ويخرج البوتاسيوم جوه ناحيه اليوم. طيب اذا كان البوتاسيوم ناقص في الجسم وانا عايز ازود الري ابزوربشن برضه بيكون من خلال كولكتنج داكت، في الكولكتنج داكت سواء كان ميدلري او كورتيكال. هنا انه بيحصل بقى عندي نوع تاني من السيلز اسمه انتركليتد سيلز. الانتركليتد سيلز على اليومينال سيرفيس او الابيكال سيرفيس بيكون عندي انزيم هي اسمه بقى هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز، هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز، ومن جوه هنا بيبقى على البيزولاترال سيرفيس في بوتاسيوم شانل، فهو يبقى اكتيفيتد فيطلع لي الهيدروجين بره ويبتدي يحصل ايه ياخد البوتاسيوم مكانه ويدخل جوه السيلز، ومنه من خلال البوتاسيوم شانل يدخل جوه ويحصل له ري ابزوربشن. يبقى الكيدني از ذا مين سايت اوف بوتاسيوم ريجليشن اون ذا بودي من خلال الكولكتنج اي داكتس.
ولان الكيدني هي المين سايت اوف بوتاسيوم اكسكريشن واللي بتخلصنا من الاكسس بوتاسيوم، بالتالي لو حصل سي كي دي او ابتدى يحصل رينال امبيرمنت لاي سبب ابتدي الاكسكريشن هيقل. لكن في الحقيقه ده ما بيحصلش في الستيجز الاولانيه، يعني يبتدي يحصل ممكن من ستيج 4 او 5 الكيدني تقدر تتعمى البوتاسيوم حتى ستيج 3، لكن ستيج 4 و 5 ممكن البوتاسيوم يبتدي يتقل. طيب هل ممكن يبقى ايرلي عن كده؟ ممكن في ستيج 3 لو البيشن ده عنده دايابيتك نيفروباثي او عنده تيوبولو انترستيشال ديزيز او بياخد دراجز اللي هي بتزود البوتاسيوم زي مثلا ايس انهيبيتورز او الاي ار بي، في الحاله دي ممكن البيشن يبتدي يخش في هايبركاليميا، لكن في العادي هو ما يخشش قبل ستيج 4. نبتدي بقى في اول بوتاسيوم امبالانس اللي هو الهايبوكاليميا. الهايبوكاليميا احنا السيرم بوتاسيوم هو من 3.5 الى 5.3، وبالتالي السيرم الهايبوكاليمي الديفينيشن بتاعه ان السيرم بوتاسيوم يبقى less than 3.5 ملي مول بر لتر، ولو بالملي ايكويفالنت هيبقى نفس الرقم. الهايبوكاليميا زي ما قلنا ان هو ميلي انتراسيلولر، وعشان يحصل هايبوكاليميا يبقى عندي حاجه من اتنين، يا اما التوتال بودي بوتاسيوم يقل فبالتالي هيقل انتراسيلولر واكستراسيلولر توتال ديبليشن، يا اما يحصل ريديستريبيوشن البوتاسيوم دخل من بره السيلز الى جوه السيلز، فيبقى ده بنقول عليها ترانس سيلولر شيفت زي ما شرحنا من شويه. هنا البوتاسيوم اعيد توزيعه، لكن توتال بودي بوتاسيوم بيبقوا نورمال، لكن هو دلوقتي دخل شويه جوه انتراسيلولر فبقى سيرم قليل. طبعا ده الاقل وما بيكونش كتير ويبقى غالبا تمبوري. بيشنت خد انسولين في طلع كاتيكولامينز كتير، يا اما انا بديه من بره مثلا كفاسوبريسورز، او البيشنت دخل في كريتيكال إلنس لاي سبب فبيطلع الكاتيكولامينز بكميه كبيره فيبتدي يدخل البوتاسيوم جوه السيلز. الالكالوز زي ما شرحنا يبتدي الهيدروجين يزيد فيبتدي يدخله في السيلز، يبتدي يدخل جوه السيلز ان اكسشينج في حاله الاسيدوز سوري، فالالكالوز هنا العكس. الهايبو في حاجه اسمها هايبوكاليميك بيريوديك باراليسيس، دي من اسمها كده بيريوديك، يعني بتيجي اتاكس اوف سيفير ماسل ويكنس يبقى شبه الباراليسيس كده، يبقى البيشنت فلاسيد ويحصل فيه معاه هايبوكاليميا. اللي انشيت كده اللي هو الاكسرسايز او هاي كربوهيدريت ميل او بيكون بيشنت فاستنج، بيجي غالبا ان ذا نايت او ممكن يبقى في الايرلي مورنينج، بيبقى الديوريشن بتاعه من 6 الى 24 ساعه، واحيانا يجي في البيشنت اللي هم عندهم هايبرثايرويديزم. فدول الحاجات اللي ممكن تعمل ترانس سيلولر شيفت فيبقى التوتال بودي بوتاسيوم نورمال، لكن هو اعيد توزيعه دخل جوه السبس. لكن ده مش كتير، الاكتر هو التوتال ديبليشن. التوتال ديبليشن يبقى حاجه من اتنين، يا اما البوتاسيوم انتيك قليل يا اما البوتاسيوم لوس كتير. البوتاسيوم انتيك يبقى يقل امتى؟ في حالات طبعا هو غالبا يعني صعب قوي ان البيشنت يخش في هايبوكاليميا نتيجه ديكريز انتيك، الا في حالات سيفير قوي من الستارفيشن او سيفير قوي من الانوركسيا زي مثلا انوركسيا نيرفوزا، بس غالبا ده بيبقى قليل وما بيحصلش لوحده، يبقى فيه فاكتورز ثانيه معاه. لكن اكتر سبب على الاطلاق هو الانكريز لوس اوف بوتاسيوم. الانكريز لوس اوف بوتاسيوم في يا اما جي اي تي لوس يا اما يكون من خلال الرينال لوس، ورينال لوس هو المين كوز اوف هايبوكاليميا من كل الاسباب دي. طيب ناخد الجي اي تي لوس، بيكون فوميتنج. الابر جي اي ما بيكونش فيها بوتاسيوم كتير زي اللور جي اي، يعني مثلا لما بيحصل دائرية او لاكسيف ابيوز يبتدي يفقد بوتاسيوم كتير لان اللور جي اي تي فيها بوتاسيوم كتير. لكن في حالات الفوميتنج هو بيفقد ميلي صوديوم، الصوديوم لوس دوت بيبتدي يؤدي الى استيميوليشن الى الالدوستيرون، فيطلع الالدوستيرون بكده نسبه كبيره فيبقى يعمل يزود البوتاسيوم اكسكريشن في اليورين. الحاجة التانية في الفوميتنج هو بيفقد HCL كتير فبيخش في شوية في الكالوزس، فده يزود الترانس سيلولار شيفت فالبيشنت يخش في هايبوكاليم. في حالات مثلا يوريترو سيجمويدوستومي، ده بيشنت وصلنا اليوريتر بالسيجمويد كولون على طول، ده نلاقيه مثلا فين؟ في بيشنت عنده مثلا كانسر بلادر، عملنا ريسكشن للبلادر فناخد اليوريتر نوصله في السيجمويد كولون. هنا بيبقى بينزل كمية كبيرة من الصوديوم على الكولون على طول، فيبتدي يحصل ري ابزوربشن للصوديوم ان اكسشينج اوف بوتاسيوم فالبيشنت يخش في هايبوكاليم. نفس الشيء هنا اليوستومي او الفايبوما، دي كلها من الحاجات اللي تزود الجي اي تي لوس. نيجي بقى للمين كوز اوف هايبوكاليميا اللي هو الرينال لوس. اكتر سبب بنقابله كتير البيشنتس اللي هم ماشيين على دايوريتكس خصوصا الثيازايد او اللوب دايوريتكس اللي هو فروسيمايد، ويزيد اكتر لو في كومبينيشن ما بين الاثنين، وبيبقى ليه علاقه طبعا بالدوز قد ايه وبالديوريشن قد ايه. الحاجه الثانيه اللي هو مينرالو كورتيكويد اكسس،
الالدوستيرون بيطلع بكميه كبيره. احنا قلنا الالدوستيرون يعمل سولت ريتنشن ويزود البوتاسيوم اكسكريشن، فاي الدوستيرون عالي هيزود البوتاسيوم اكسكريشن من خلال الكدني من خلال الاكشن بتاع عليها على الكوليكتنج داكت. طيب المينرال كورتيكويد اكسس احنا عندنا حاجتين، يا اما يكون برايمري يا سكندري. البرايمري يعني الالدوستيرون الادرينال هي من نفسها بتطلع اي الدوستيرون، فده هنا هيعمل نيجاتيف فيدباك على الكدني تقلل الرينين. لكن لو هي السبب ان الرينين كتير فهو هيزود السكريشن اوف الدوستيرون. يبقى انا لو لقيت الالدوستيرون عالي والرينين عالي يبقى ده سكندري هايبر الدوستيرونيزم، لقيت الالدوستيرون عالي والرينين واطي يبقى ده برايمري هايبر الدوستيرونيزم. طبعا احنا عندنا حاجه اسمها سودو هايبو الدوستيرونيزم، يبقى في حاجه تانية بتدي شكل الالدوستيرون لكن هي مش هايبر الدوستيرونيزم، زي مثلا بيشن ده في كوشن سندروم بيبقى ليه نفس الايفكت او بياخد استرويد ممبر. طيب عندنا الار تي اي اللي هو تايب 1 و 2، دول هنتكلم ان شاء الله مع محاضره الاسيدوزس، دول يبقى معاهم هايبوكاليميا لكن تايب 4 يعمل هايبركاليميا. عندنا السولت لوسينج نيفروباثي، بيبقى هنا بتزيد البرميابيليتي للبوتاسيوم فبيبقى اكسكريتد بنسبه كبيره. في سندرومز زي البارتر سندروم والجيتلمان والليدل سندروم، ودول ان شاء الله مش هنتكلم فيهم هنا عشان ما نزودش زمن المحاضره، لكن هنتكلم عليهم في التوبولار ديزيز ان شاء الله اللي هي غالبا هيبقى التوبيك اللي جاي. في دراجز ثانيه زي الامفوتريسين والامينوجلايكوسايدز، دي من الحاجات اللي تعمل لي هايبوكاليميا، ومش لازم تبقى معاها نيفروتوكسيستي، يعني ممكن ياخد يبقى بيشنت بياخد امينوجلايكوسايدز ويخش في هايبوكاليميا من غير نيفروتوكسيستي. الليكوريس ده برضو من الحاجات اللي بيبقى ليها الدوستيرون لايك افكت فبيزود البوتاسيوم اكسكريشن. اي بيشنت عنده بوليوريا سواء كان اوزموتيك بوليوريا او مثلا نتيجه برايمري بوليديبسيا بيبقى معاها اكسكريشن لبوتاسيوم كتير. وكمان الهايبوماجنيزيميا من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى هايبوكاليميا ويبقى ريزيستنس كمان للتريتمنت، والميكانيزم هنتكلم عنه كمان شويه. كلينيكالي البيشنت اوف هايبوكاليميا ليه مانيفيستيشنز معينه. رقم واحد اللي هو الماسكولر، احنا زي ما قلنا البوتاسيوم مهم جدا للريستنج ميمبرين بوتنشال اوف ذا نيرفز اند ماسلز. السكيليتال ماسلز بتتاثر، السموث ماسلز بتتاثر، الكاردياك ماسلز بتتاثر. السكيليتال يحصل ويكنس، الويكنس ده حسب السيفيريتي لكن هو يبتدي من الليجز تحت وبعدين حسب السيفيريتي بيبتدي يطلع لغايه لما ياخد الارمز. ممكن طبعا لو سيفير ياخد الريسبيراتوري ماسلز ويؤدي الى هايبو فنتليشن فيحصل اكوموليشن اوف كربون دايوكسيد فالبيشنت يخش في ريسبيراتوري اسيدوزس وممكن ريسبيراتوري فيلر. ممكن يجي بكرامبس. في السيفير هايبوكاليميا ممكن يحصل رابدومايلوسيس. رابدومايلوسيس يعني ايه؟ يعني ماسلز فيها بوتاسيوم كده يطلع كميه كبيره، فيبقى ده يعمل لي ماسكينج للهايبوكاليميا اللي هي الانيشيت الرابدومايلوسيس. يبقى البيشنت هو بدا بهايبوكاليميا ودخل في هايبر رابدومايلوسيس بقى هايبركاليميا. السموث ماسلز ممكن يخش باراليتيك إليس، يجي على الكاردياك ماسلز خصوصا الكوندكتنج سيستم، ممكن يؤدي الى الريدمياز. الموست كوم يكون اي اف لكن الموست سيريس هو الفي اف او تورسادو بوين. الاي سي جي تشينجز في حالات الهايبوكاليميا اكتر حاجه بنشوفها الاس تي سيجمنت ديبريشن، يبتدي التي ويف يبتدي يحصل لها ديبريشن او انها تبقى انفرشن او تبقى حتى فلاتنينج، وممكن يطلع يبتدي يظهر prominent U wave. U wave هي عبارة عن positive wave بتيجي بعد T وقبل ال B wave التانية. ال U wave دي ممكن تبقى separated من T بايزو electric line وممكن تبقى راكبة فوقيها فهتبان كأنها double A double T. كان في كلام انه هو ممكن hypokalemia تعمل prolonged QT لكن ده غالبا مش اكيد، يعني ما بتعملش اي prolongation لل QT interval. الاريدمياز عشان تحصل ده لازم يبقى سيفير هايبوكاليم، يعني ما يحصلش او البوتاسيوم اكتر من 2.5، ويبقى اكتر لو البيشنت بياخد دراجز من اللي بتعمل لي برولونجيشن للكيو تي انترفلز، زي مثلا زي كلوروكين اللي هو انتي مالاريال او بعض الانتي بايوتكس مثلا زي الكليرثرومايسين او ازيثرومايسين، انتي فانجل مثلا زي فلوكونازول. دي كلها من الحاجات اللي ممكن تعمل لي برولونجيشن للكيو تي انترفل فيبقى الريسك يبقى اعلى في الاريدمي، او يكون البيشنت في ديجيتالست توكسيستي او عنده اكيوت كرونيك سيندروم او في هايبو ماجنيزيم. الحاجات دي كلها ممكن تؤدي تزود الريسك اوف اي اوف هايب اريدمياز، وعشان كده دول بيسموهم هاي ريسك جروب ولازم ابقى مركز معاهم قوي. ككارديو فاسكولار لقوا ان الهايبوكاليميا تزود البلاد بريشر، ممكن ده احنا شرحناه في محاضره الهايبرتنشن، ممكن يزود السيستوليك حوالي 5 ملي مول، ولما البيشنت اللي هم بياخدوا بوتاسيوم كتير لقوا ان هو بيقلل الايه البلاد بريشر. عشان كده دايما كنا في الدايت نقول ايه
بيشنت هايبرتنسيف قلل الصوديوم وزود البوتاسيوم في الايه في الدايت. طب ازاي الميكانيزم اوف كده؟ قال انه الهايبو البوتاسيوم او الهايبوكاليميا بتزود السنسيتايزيشن اوف ذا بلاد فيسلز تو ذا اكشن اوف ذا فاسوكونستريكتورز. البوتاسيوم يقل يبتدي يحصل مور فاسوكونستريكشن. هرمون الهايبوكاليميا تعمل لي امبيرمنت للانسولين ريليس، وطبعا ده هيزود الانسولين ريزيستنس ويخلي الكنترول اوف دايبيتس بيبقى صعب شويه. طيب على مستوى الكيدني الهايبوكاليميا تزود، لو هي كرونيك تزود التيوبولو انترستيشال فايبروزس، فعلى اللونج تيرم ممكن البيشنت يخش في رينال فيلير. الحاجه الثانيه ان الكرونيك هايبوكاليميا بتقلل الاكسبريشن اوف ذا اكوابورين 2 والفي 2 ريسبتورز اللي موجوده في الكوليكتنج داك، وده اللي هو يعمل لي ممكن يعمل لي نوع من النيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس. لان احنا في المحاضره اللي فاتت في الهايبرناترينيا كنا قلنا من اسباب النيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس هو الكرونيك هايبوكاليميا. الهايبوكاليميا كمان لقوا انها بتزود الرينال امونيا برودكشن في الكيدني، امونيا كتير فتبتدي تنزل في اليورين بكميه كبيره الامونيا، فده يؤدي الى ميتابوليك الكالوزيس. لكن الـ 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 الامونيا دي بيبقى جزء كبير منها يمكن نص الكميه بتبقى ري ابزورب تاني وبتخرج بتدخل تاني للسيركيليشن عن طريق الرينال فين، فبتروح الليفر والليفر يبتدي يعمل لها كليرنس. فاذا كان البيشنت دول اللي هم سيروتيك بيشنت الليفر بتاعهم تعبان مش هيقدر يعمل كليرنس لكميه الامونيا اللي حصل لها ري ابزوربشن، فبالتالي ممكن يبتدي يخش فيه هيباتيك انسفالوباثي. وعشان كده برضو اللي بيشنت فيه بتوع ليفر سيل فيلير اللي هم دي كومبنسيتد، انه نقول من اسباب الريسك اللي تزود الهيباتيك انسفالوباثي هو لو كان عنده هايبوكاليميا، عشان كده لازم ايه نصلحها. الهايبوكاليم زي ما قلنا بيزود الاسيد اكسكريشن في اليورين، فعشان ده كده سوى سبب اللي بيخليه يخش في هايبو ميتابوليك الكالوزيس. وفي نفس الوقت انه زي ما قلنا هنا انه هو بيقلل بيعمل ويكنس في الريسبيراتوري ماسلز، فالبيشنت يخش في هايبو فنتليشن والهايبو فنتليشن يدخله في ريسبيراتوري اسيدوزيس. يبقى الهايبوكاليميا ممكن تعمل لي ميتابوليك الكالوزيس وتعمل لي ريسبيراتوري اسيدوزيس. Regarding the diagnostic evaluation or diagnostic approach to a patient with hypokalemia. طبعا احنا في الكتاب احيانا نلاقي فيه الجوريثمات كده مرسومه وبتاع، لكن الموضوع في الهايبوكاليميا بيبقى سيمبل قوي وبتبقى دايركت. فاول حاجه بيبقى ستيب 1 ان احنا ناخد هيستوري من البيشنت. احيانا بيبقى معظم الحالات بتبقى كلير جدا من الهيستوري البيشنت ده عنده هايبوكاليميا ازاي. ليه؟ لان مثلا واحد ماشي على دايريتك فتره طويله، لا ده بياخد لاكسيتيفز، عنده دايريا، عنده فوميتنج، معروف ان هو عنده سندروم معينه مثلا وهكذا. فيبقى احيانا الكيس بتاع الهيستوري بيبقى كلير قوي اللي سبب هايبوكاليميا. لو ما لقيت من الهيستوري ما فيش سبب واضح، نخش على ستيب 2 ان احنا تو تشيك السيرم ماجنيزيوم. السيرم ماجنيزيوم يعمل لي هايبوكاليميا ازاي؟ انه احنا عندنا في الديستال كونفوليوتد تيوبول في بوتاسيوم شاي اسمها رومكي. الرومكي دي هي اللي مسؤوله عن البوتاسيوم اكسكريشن. المغنيسيوم بيعمل بوتاسيوم بيعمل بلوك للرومكي بوتاسيوم شانل دي، وبالتالي هو بيقلل البوتاسيوم اكسكريشن. فلو في هايبوماجنيزيميا مش هيقدر يعمل لها بلوك، فبالتالي البوتاسيوم اكسكريشن هيبتدي يزيد في اليورين. وده بيبقى دايما يقابلنا في البيشنت اللي هم بنديهم بوتاسيوم ريبليسمنت وريزيستنت للتريتمنت. نرجع نشيك على على المغنيسيوم، لانه هو لو له وصلحناه هيبتدي الهايبوكاليميا تتصلح. فدي ستيب 2. لو لقينا المغنيسيوم اوكي نخش على ستيب 3. ستيب 3 هنا احنا بنبتدي نشوف البوتاسيوم في اليورين قد ايه، وكمان نشوف الاسيد بيز ستاتس اوف ذا بيشنت. نشوف البوتاسيوم بينزل كتير في اليورين ولا لا. البوتاسيوم بينزل كتير في اليورين يبقى رينال لوس، لو قليل يبقى الكدني بتحاول تحتفظ بالبوتاسيوم، فيبقى ايه البوتاسيوم في اليورين لو. طيب هنعرف ازاي ان احنا بنجمع 24 يورين او نشوف البوتاسيوم قد ايه فيه؟ لو هو اكتر من 15 ملي مول يبقى ده رينال لوس، لو اقل من 15 يبقى ده نون رينال لوس لاي سبب تاني بقى، يا اما ديستريبيوشن ديكريز انتيك جي اي تي لوس وهكذا. طيب بس ده بدل ما نجمع 24 اورز، قال لك احنا ممكن نعمل سبوت يورين اناليسيس، نبتدي نشوف نقارنه بالكرياتين زي ما كنا بنعمل البومين كرياتين ريشيو، هنعمل هنا بوتاسيوم كرياتين ريشيو. لو بنحسب البوتاسيوم والكرياتين بالملي مول يبقى هنقول لو اقل من 1 يبقى الريشيو اقل من 1 يبقى دوت ايه نان رينال لوس، لو اكتر من 1 يبقى رينال ايه لوس. لو احنا بنحسب هنا الكرياتين بالملي جرام او بالجرام يبقى دي تقريبا بتبقى 13 يعني. طيب ده اول حاجه، يبقى انا عرفت رينال ولا نان رينال لوس، الكي سي ريشيو اقل من 1 ولا اكتر من 1، او لو جمعت 24 ساعه اقل من 15 او اكتر من 15. طيب بيجي بعد كده عشان
نخش في ديفرنشال تاني نشوف الاسيد بيز ستيتس. لو لقينا ان هو نون رينال لوس ومعاه ميتابوليك اسيدوزس يبقى ده غالبا دايريا، يا اما يكون لاكستيف اي ابيوز. اما لو لقينا معاه ميتابوليك الكالوزس يبقى ده ايه؟ فوميتنج. طيب لو هو رينال لوس لو معاه ميتابوليك اسيدوزس يبقى ده ار تي اي، يا اما تايب 1 او تايب 2 او يكون في البيشنت في دي كي. طيب لو لقينا معاه ميتابوليك الكالوزس يبقى ده غالبا يا اما منرالو كورتيكويد اكسس يا اما سولت لوسنج ايه نيفروباثي. المينرال كورتيكويد اكسس بيبقى غالبا بيشنت ده هايبرتنسيف، اما سولت لوسنج نيفروباثي بيبقى هايبوتنسيف او علق البلاد بريشر على اللور سايد. يبقى ده كده بالنسبه للايه للابروتش بتاعنا. بس في الاول حاجه ناخد بالنا منها ان اسمها سودو هايبوكاليميا، زي ما كان عندنا سودو هايبوناتريميا في سودو هايبوكاليميا. دي بنشوفها في البيشنتس اللي بيبقى عندهم اكيوت ليوكيميا، ناخد السامبل ونركنها فتره ما نحللهاش على طول، فيبتدي الابنورمال ليوكوسايتس تبتدي ابتيك الايه البوتاسيوم اللي موجود بره، فيبتدي يخش جوه فيدينا ارتفيشال هايبوكاليميا. وعشان نتجنب ده في حالات البيشنتس اللي عندهم اكيوت ليوكيميا نبقى بناخد السامبل نحللها ايه على طول. Regarding treatment of hypokalemia هو straightforward مش معقد مثلا زي hyponatremia. هو حاجة احنا بنعالج الكوز وندي potassium replacement. خلاص البوتاسيوم ريبليسمنت هل الارجنسي بتاعته ازاي؟ هل مثلا زي الهايبوناتريميا يبقى نقول اكيوت وكرونيك وكده؟ لا، ده بيعتمد على السيفيريتي. يعني انا ابتدي اعوض بسرعه لو البيشنت سيفير هايبوكاليميا يعني اقل من 2.5، او اذا كان في هاي ريسك كونديشن زي اللي احنا قلنا عليها من شويه برولونجد كيو تي مثلا، في عندي اسوشيتد مثلا ديجيتال توكسيستي اكيوت كرونيك سيندروم، كل الحاجات دي لا دي بقى نبتدي بسرعه في الريبليسمنت. طيب تو ويتش ليفل انا عايز؟ احنا عندي البوتاسيوم من 3.5 ل 5.3، نخليه على اللور ليميت ولا الابر ليميت؟ لا احنا بس بنرجعه ندخله للنورمال، يعني 3.5 4 ملي مول خلاص كفايه قوي كده، لان انت لو هتقعد تدي ريبليسمنت اكتر من كده الكدني بتبقى تقريبا بتبقى ريستد عند 4، فاي حاجه زياده هتبتدي تنزل في اليورين. احنا ممكن نبتدي نحاول نرفع عن كده امتى؟ لو البيشنت معاه اريثميا واكيوت كرونيك سيندروم ممكن نحاول ان احنا نرفع الليفل اكتر من كده، لكن غير كده نوصل بس 3.5 4 بيبقى كفايه قوي. طيب هل في equations معينة زي correction of hyponatremia؟ لا، في الحالة ما عنديش equations معينة، لأن احنا ما بنقدرش نقول احنا محتاجين نحسب الديفيسيت قد ايه من البوتاسيوم وهو محتاج قد ايه، وخصوصا اذا كان في ongoing loss. ونقطة مهمة قوي، احنا دايما لما بيحصل هايبوكاليميا البوتاسيوم يبتدي يخرج من السيلز لبره، فلما بتيجي نعمل ريبليسمنت الريبليسمنت ده جزء كبير منه مش هيخش يصلح الاكسترا سيلولر على طول، لا هيبتدي يصلح الانترا سيلولر كمان بالاضافة الى اكسترا سيلولر، فما بقدرش نحسب قوي. فاحنا بس بنعمل مونيتورنج للسيرم البوتاسيوم واحنا بنعمل كوركشن زي ما هنتكلم كمان شوية، ولغاية لما البيشنت ايه نصلح فيه الهايبوكاليميا. طيب البوتاسيوم ريبليسمنت بيكون ازاي؟ اول حاجة احنا ممكن نديه اورال او نديه انترافينوس. الاورال ده نديه امتى؟ لو البيشنت السيرم بوتاسيوم الهايبوكاليميا از نوت سيفير، يعني يكون اكتر من 2.5. النقطة التانية ان هو ايبل ان هو ياخد اورال، يبقى يكونش بيشنت مثلا على ميكانيكال فنتليتور او هو انكونشس ونبتدي نديه. الحاجة التانية انه الماكسيمم دوز في المرة واحدة بتبقى 40 ملي مول، وممكن نديها كل غالبا من كل 4 الى 8 ساعات لو في يعني لو حابين ندي حتى كل ساعتين اذا كان البيشنت مثلا ممكن يتولوريتنج نديه. لكن مشكله الاورال دايما انه بيعمل الجي اي تي ابسيت، وعشان كده يفضل ان احنا نديه مع الميل اف بوسبل. وابتدوا يعملوا منه دلوقتي سلو ريليز كوت التابلت تبقى تقلل الايه الجي اي تي ابسيت. ده اللي هو البوتاسيوم كلورايد، وده معظم الحالات اللي احنا ايه بنديه الفورم بتاعه اورال بيكون بوتاسيوم كلورايد. لكن في بوتاسيوم بايكارب ممكن نديه لو البيشنت اسيدوتيك، يبقى هيستفيد من الايه من البايكارب. لكن لو البيشنت الكالوتيك ما ينفعش ندي ايه صوديوم بايكارب. الفورم الثاني ان احنا نديه انترافينوس. الانترافينوس عندنا برضو كي سي ال هو اكتر حاجه بنتاخد. نديه امتى؟ لو البيشنت ما يقدرش ياخد ام بي اورال، لو البيشنت سيمتوماتيك او ان هو اقل من 2.5. بنديه من بريفرال فين عادي جدا لو هندي للريت حوالي 10 ملي مول بير لتر، لكن لو هندي اكتر من كده 20 ل 40 ودي الماكسيمم دوز في الساعه يبقى بنديه في نورمال سالاين، لانه لو بياخد اكتر من كده ممكن او لو حطيناه في بريفرال فين الدوز العاليه دي بيبتدي يعمل لي
انفلاميشن في الفين ويعمل لي بيرنينج سنسيشن جامد. فعشان كده لو هناخد دوز اكتر من 10 يبقى نحطه في سنترال فين. النقطه الثانيه ان الفلويد اللي احنا هنحطه فيها هنحطه في سلايم، ما ينفعش نحطه في ديكستروز. ليه؟ لان لو حطيناه في الديكستروز، الديكستروز هيستيموليت الانسولين والانسولين هيدخل البوتاسيوم انتراسيلولار فهي اجريفيت الهايبوكاليميا اللي موجود، يبقى ما نحطوش غير في نورمال سلايم. طيب اثناء واحنا بندي الكي سي ال احنا قلنا ما عندناش ايكويشنز معينه نقدر نحسب بيها، فاحنا بنشوف ونعمل سيرم مونيتورنج على طول، ريجولار مونيتورنج. فعشان كده دايما بنحطه على كونتينوس كاردياك مونيتور. ليه؟ لان انا بخاف من الرابيد شيفت، الرابيد شيفت ده ممكن بريسيبتيت الاريتميس. طيب غير الكي سي ال احنا ممكن في عندنا بوتاسيوم فوسفيت، لكن ده فوسفيت، فاذا كان البيشنت عنده فوسفيت عالي مش هينفع. لكن لو هو هايبوفوسفاتيميك ده الاوبشن ده هيكون ايه؟ هيكون افضل. في عندنا كمان بوتاسيوم سيتريت، السيتريت ده بيز، ده هو ده بيروح الليفر بيتحول الى بايكارب. فلو البيشنت ايه الكالوتيك ما ينفعش ندي البوتاسيوم سيتريت، لكن هيكون مناسب لو هو ايه اسيدوتيك. طيب ده اللي هو ريبليسمنت سيمبل وستريت فورورد. المشكله بقى ايه عندنا؟ انه في بيشنت دايما مثلا بيبقوا على دايوريتكس وهي الكوز اوف هايبوكاليميا، وانا مش قادر اوقف الدايوريتكس مثلا لازكس او ثايزايتس لان البيشنت مثلا هارت فيلير. ففي الحاله دي احنا ممكن تو ريبليس او تو اد بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. لو حطينا من حاجه من البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس هتساعد الكوريكشن ويمكن احسن كمان من الريبليسمنت. النقطه الثانيه لو بعض الحاجات اللي البيشنت اللي هم ندي حاجه من اللي تزود البوتاسيوم زي الاي سي انهبيترز او اي ار بي او البيتا بلوكر، الحاجات دي بتركز تعمل هايبركاليميا. فاذا كان البيشنت ده انديكيتد لحاجه من دول لو اضفناها هيصلح كمان بالاضافه الى البوتاسيوم ريبليسمنت. النقطه الثالثه ان احنا احيانا ممكن بتعملين ندي بوتاسيوم وبنلاقي ان البوتاسيوم بيرتفع لكن مش بالدجري اللي احنا متوقعينه. بيبقى ده سبب ايه؟ سبب انه البوتاسيوم اللي احنا اديناه بيبتدي يخش انتراسيلولار تاني، لانه اثناء الهايبوكاليميا بيخرج بوتاسيوم كتير من الانتراسيلولار للاكستراسيلولار عشان يعوض السيرم هايبوكاليميا. لكن فلما ببتدي ادي بيبتدي هو كمان يخش عشان يعوض الايه البوتاسيوم اللي استنزف من الانتراسيلولار، فعشان كده بحس ان هو بيحتاج دوزز اعلى. اما اذا كان البيشنت احنا عمالين نديله بوتاسيوم وهو ريزيستنت خالص مع الوقت، يبقى في الحاله دي اشك انه يكون في اسوشيتد هايبوماجنيزيميا زي ما قلنا من شويه الميكانيزم بتاعها، وبالتالي اول ما صلح الهايبوماجنيزيميا بلاقي ايه الهايبوكاليميا بتتصلح. بكده يبقى احنا خلصنا الهايبوكاليميا. المحاضره الجايه ان شاء الله هنبتدي نتكلم على الهايبركاليميا. وثانكس فور واتشينج.